هذه القصة يا أحبابي طريفة، وكنتوا قبل شوي تكلمون عن المشاكل الزوجية، زوجين حصل بينهم مشكلة وعجيبة جدا جدا وطريفة في نفس الوقت حتى نغير الموضوع. هذا واحد وصل عمره 45 سنة ما تزوج، ضعيف مسكين مقطوع مشجره، لا أب ولا أم ولا أهل، والحريم ما بغنه، إيش شغلته؟ يحرج في حراج الغنم، هذه شغلة المسكين، يجي تعبان تلفان، يحصل على أحيانا 100 وأحيانا أقل. سبحان الله في وحدة من الجماعة برضو وصل عمرها تجاوز 40 ما تزوجت ولا حتى قدم لها، فيها عيب عجيب، هذا العيب خلى الناس ما يتقدمون. المهم سمعت عن هذا الرجل الضعيف المساكين، قالت ما تزوجه عل الله عز وجل يرزقني من ايش ذرية. المهم وصت عليه قالت يا فلان انا راغبة اني اتزوجك، قال والله طيب، هذه الساعة المباركة، ولا ابي منك الا اقل القليل بس تحليل. قال طيب. المهم تزوجوا، ايش المشكلة اللي عندها يا اخوان؟ كلامها واجد، هي قرقارة، هي على 24 ساعة قرقر على الفطور على الغداء على العشاء، اعوذ بالله. والمساكين يجي من الحراج تعبان ويبي الراحة، ولا تخلي سالفة كذب شيء انت أليفها الا وتجيب. المهم طال الطويل عليه، قال والله يا بنت الحلال والله عورني راسي من هالكلام الزايد. قام الرجال وطلقها طلقة، يوم طلقها بكت تحبه، بس مشكلتها قالت حسبي الله على شياطينك، خابرتك ضعيفة مالك أحد ولا عمه ولا خاله ولا أحد، من اللي بيسنعك؟ سبحان الله، قال هذا اللي حصل. المهم ان الرجال مسكين تأثر، واحيانا الجيران يجيبون له باقي زادهم، واحيانا ينسونه. المهم وصت عليه قالت يا ابو حلال ردني، والله اني خير لك منه. المهم ردها، قال طيب اقصري اقصري من هالنسان، لا اقصري من الكلام، اعطينا فائده، اعطينا سالفه طيبه تنفعنا. قالت ابشر ابشر ابشر. المهم انها اسبوع اسبوعين رجعت حليمه على عادتها القديمة، هذا المثل معروف. قامت تبربر، او يا اعوذ بالله يا بنت الحلال، قام الرجال منطفش طلقها مرة ثانية. اي والله طلقها، يوم طلقها بكت بكاء مر، وصارت تترجاه يا بالحلال انا الان مقام امك وابوك وعمتك وخالتك مالك احد، وش سوى ضيق على نفسه يا اخوان؟ إيه؟ قال والله ما ردش. انا ايش قلت؟ كنت اردش عشان طالعت الرجال. اي ما رد، لا نجيب لهجتنا، ما ردت، هذه لهجتنا، والله ما ردت الا في يوم اقشرنا غبر. قالت اعوذ بالله، وش هالكلام؟ قال والله ما ردت الا في يوم اقشرنا غبر. بعد ايام ساءت حالته، يجي من الحراج تعبان ولا يلقى غدا. المهم استشار له واحد على طريق الاستشارات. نعم راعي الاستشارة. نعم وهذا طيب جدا. إيه؟ قال انا قلت كذا وقلت كذا، وش اسوي؟ قال روح للشيخ فلان قاضي المحكمة لعله يحل مشكلتك. جاء القاضي قال انا والله قلت كذا وطلقتها مرتين، بس اني ضيقت على نفسي، قلت والله ما ردت الا في يوم نقصرنا خبر. قال اطلع اطلع اطلع، ما عندي لك سنة، وايش اقصرنا خبر؟ طلع يبكي، حاول كل ما سأل مفتي أو شيخ قال له نفس الكلام. قال له واحد شوف إمام الجامع، ترى رجال ما شاء الله ذكي وما شاء الله عنده استشارات، بس ترى فيه خصلة عجيبة ما يثبت من يوم يسلم وهو منطلق، صل خلفه مباشرة وأول ما يطلع امسك مشته. المهم صلى خلف الجمعة، ويوم ساعة سلم في الحقه مباشرة فامسك مشته. قال خير ان شاء الله، وش تبي؟ قال اصبر يا مطوح الله يرحم والديك، عندي مشكله وابيك تحلها، وايش عندك؟ ويعلمه بالقصه. قال والله ما ادري وش اقول لك. تدري ما سواله؟ في السوق
رجل مجنون. هذا الرجل سبحان الله كان طالب علم لكن ابتلي بداء في عقله. لكن احيانا يعقل. ترى هذه القصة تدري ايش عنوانها؟ خذوا الحكمة من افواه المجانين. وقبل بس ترى هقشر تراه يطق واول ما تجيه يكز وجهك ولا يجلدك. المهم بس شوف اذا تبي يعقل قل السلام عليكم يا شيخ. سبحان الله يا اخي الكلمة هذه تهبطه. يوم جاه الشكل اللي اعوذ بالله هالقشة تقول شجرة واطيها ديدسن الله صحيح بقشته وعيونه طايرة وثيابه وتراب. قال في نفسه اعوذ بالله هذا اللي بيحل مشكلتي. قال اسمع انتبه تقربه خل بينك وبينه مسافة والله لا يمسكك ما عاد يفكك. المهم جاء في السوق وخلى بينه قال السلام عليكم يا شيخ. سبحان الله هذه الكلمة هجته ويتربع ويتربع. قال نعم وش عندك؟ ويعلمه بسالفته. قال طلقت المرأة وقلت لها والله ما ردت إلا في يوم نقص النغمر. قال اصبر اصبر سبحان الله. قال شوي خلني أفكر سبحان الله. اي والله المهم فكر فكر قال صليت الفجر اليوم مع الجماعة؟ يقوله قال لا والله غطني النوم. راحت علي نومة. قال هذه واحدة ما شاء الله. قال أمك حية؟ على ما قال واحد سولف هذا السالفة عند واحد قال أم حية وأبو هدف. استغفر الله والله أمه حية يقصد أنها تعبان ولا حية؟ ومعليش فيه وقفة بسيطة. واحد يسأل عن زوجته وعن أمه. إيه؟ أمك؟ قال أمي حية ترزق. إيه؟ ومرتك؟ قال حية تسعى. استغفر الله سبحان الله. قال أمك حية؟ إيه؟ قال الحمد لله. قال مريت عليها اليوم الصباح؟ قال لا والله غطني النوم ما جيت أمي ولا شيء. قال هذه الثانية. يقول الحين المجنون قال قرأت شيء من القرآن لهجته. قال أقول لك ما صليت وتقول؟ قال لا والله ما مر عليك أقشر من ذا اليوم. حلو لا صليت مع الجماعة ولا برأت أمك ولا سلمت أنت على أمك ولا قرأت القرآن. ما في شيء أكثر من هذا اليوم. أيوه. ها الشيخ يوم قال له أيوه. قال أي شيء يقول لك علمني الشيخ إمام المسجد. المهم قال لا إله إلا الله ويرجع للشيخ. قال ها ربك سالم؟ قال أبشرك سالم. وقال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا. قال والله أن هذا الصواب. أرجع رجع المرأة. المهم انه رجعها قال شوفوا يا بنت الناس ترى ما عاد الا واحدة. ايوه والله لا تبربرين ما عاد تعودي. فالبيت طاعته لا طاعته وسبحان الله كل ما بغت تكلم قلت اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان واحيانا استغفر الله. المهم انه ما في لا حول ما شاء الله.